ايه ده؟ اوعى تطلع دي احشاح وما رجعش برضه. لا يا سيد حزلقوم، انه اكل صحي خرتيت. انت عبيط يا ابني، اقول لك مش عايز اكل حمار جحش تجيب لي خرتيت؟ لا سيد حزلقوم، انت لم تفهم قصدي. صحي خرتيت تعني صحي جدا، مثل انتم ايها المصريون تقولون جامد تنين، هنا نقول جامد خرتيت. لا يوجد عندنا تنانين، هنا غابات وخرتيت. يا ولود اللعيبه. طب اقول لك يا موح، احنا بالصلاه على النبي ايه اللي هناكله ده؟ هذا خليط بين اوراق الاشجار وحشائش الزافنه ومطعم ببعض يرقات دوده القز. الله يعرفك، مين ابن الجزمه اللي عمال يضحك عليكم ويفتلكوا يعمل لكم الاكل ده؟ هذا الرجل انه ابي. ابي؟ ابي. لا مؤاخذه يا حاج، لا مؤاخذه، اللي ما يعرفك ما يجعلك. انا اسف، خرتيت.